وثنى بالباب بأي باب؟ الذي يعرف يا رب العزه. نعم، بباب فضل التوحيد. لماذا؟ قد يقول قائل المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كأنه يرى أن التوحيد ليس بواجب. كيف نرد على من يقول هذا الكلام؟ لو قال قائل أن المؤلف قال في الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لو قال قائل هذا الباب يدل أن المؤلف يرى أن التوحيد ليس بواجب، نقول لا، قدم أي باب؟ باب وجوب التوحيد. قدم أولا باب وجوب التوحيد. عندنا قاعدة يذكرها العلماء أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا لا يعني أن صيام رمضان ليس بفرض. صلاة الجماعة، هذا لا يعني أن صلاة الجماعة ليست بواجب. مفهوم؟ إذا ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. ونقول المؤلف قدم. لماذا جاء بهذا الباب؟ قلنا جاء بالباب الأول حتى يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق، لأن كثير من الناس لا يريد يسمع التوحيد. والله لو الدرس هذا درسنا في كتاب النجاح، شوف ما شاء الله تنشرح الصدور، أعوذ بالله. ولو وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، منظومة قواعد فقهية، في كل شرح عندما شرح هذه المنظومة في كل موضع لا يأتي بالمثال فقهي، يأتي بالمثال في التوحيد. لماذا؟ أنه عرف سبب وجوده في هذه الدنيا وأن التوحيد هو أصل الأصول. صح؟ أي نعم. ولهذا قال الفقه الأكبر في ماذا؟ في العقيدة، في التوحيد. إذا لابد أن يكون شغلك الشاغل هو التوحيد، فضل التوحيد حتى تشتاق.